أنا والنهاية، النهاية قربت مرة. أنا الآن في الإند، إند دراجون، نو؟ البرج الأول داون. Oh God. ملجي God damn it. Oh fuck. يا ليل شو تني سبام حق النفس حقه. هدي 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 الوضع، هدي الوضع بليز. ريلاكس 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 ريلاكس. ضيعت بوشن على فاضي.
وات ذا؟ اه نسيت عندي فيذر فولينج صح، والله كنت راح اموت بدون فيذر فولينج. نايس، بس ما ادري ليش دامج. صار اوكي، صار شو الموي حقي اختفى. نايس، اخذ الاندر دراجون. ما اتوقع ان الجميع الابراج خلاص تدمرت، لسه في برج اتوقع. ياب، لسه هذاك البرج، البرج الاخير. دروي كيف كويسة. Oh fuck. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! لحظة، عندي بس achievement بسيط. Oh no. Nope.
نايس قتلت التنين. جي 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 او ماي جاد 57 ليفل دايم يا ابوي. انا قاعد شلت التنين وانت قاعد عم تجي لعندي وطيل وقاعد نسوي لحاله. اتوقع اني احتجت في اللوتينج. اوكي اتوقع انك خلص جنيت. المهم اخذت لي شويتين اندر بيل. خلينا نروح للاند الثانيه. ليتس جو ناخذ لنا اليترا. ولو اني نسيت اني اجيب فاير ووركس. عندي 60 ليفل لو مت خلاص راح انجن. بس يا رب ان نلقى ايش اسمه نلقى دروع مندينج عشان ندمجها مع الدروع الخاصه بينا او اسلحه مندينج. وراح اشوف كيف راح ادبر لي على كتاب مندينج. وي وحاليا رحله البحث على ان سيتي. لو ما كنت تدري تقدر انك تسوي هذه الحركه عشان انك تاخذ الراس حق النباتات هذول عشان انك تزرع في منزلك. اجيب هذا. اتوقع اني راح اعلي الرندر ديستنس عشان اشوف. فروح للسيتنجز فيديو. خليني اندر 16 شنك ولو انه راح يكون مرة تقل على جهازي شويتين. بس يا اسف يا جهازي. وات او تشاو تشاو اي وات ذا هيل ابوي. تقدرون انكم تنقلعون. والله الاندرمان يكره شيء اسمه موت. انت الثاني تبغى تجي حياك الله لو تبي تجي. مات من التورز اللي عندي. وات ذا هيل. المهم شباب شو او جاد الهلمت مدمج شويتين تتكسر. بليز لا يرحم. اكره الاندرمنز. بس المهم شباب شفتوا كيف صار؟ اول ما علت التشنكات 16 على طول رندر. بروبلي برمي له هنا. اوتش اوتش طيروني. نزلني نايس. هلو اتوقع اني لازم اني اقتلهم باللوتينج عشان انه يطلعوا لي كثير من حق الشلكر تشيلز. يا باي ذا واي نسيت الكرافتنج تيبل في البوابه حق الاند. يا واحد شاكل بوكس بليز. نايس. والله ما بدي اسوي باركون كوم الخايس هذا. بس لحظة ما عندي بلوكات. او نو ضربوني رايح ضربوني اخيرا. الغرفة فيها لوت. Who chose one diamond hood? Protection.
Oh God. Watch. Watch. الو الو، هل اكتشفت جلتشي وانا ماني داري؟ لازمني نلقى لي هلمت عشان اصلح الهلمت اللي عندي. المهم والله كبيره. يبي اندرتشست هنا. جبت بيكاكس حق الفورش مو سلكتاتش، بس عندي بيكاكس سلكتاتش في الاندرتشر. لوت موج ثانك يو. والله مو لوت مو كويس، مو بطل بس مو كويس. ما ادري موت موت موت. نايس سمايت اي في نوك باك 2. اوكي فولس وركر نيه بطال. مندينج سروال مندينج بس ايرون والالايترا. او ماي جاد وفي بوشنات انستنت هيلث. وما ننسى اهم شيء، راح تشكر حطه لفوق عشان لا اصدق راميه بالغلط او حطه في مكان. نايس نايس. اضربني اضربني. اوتش. نسيت اني ملبس الالترا. تخيل وين نلبس على الفويد. وات ذا هيل. اوكي اتوقع اني لازم ندور على قلعه اخرى، لانه هذه القلعه اتوقع ان ما فيها غرف اللي فيها تشستات، عشان انك تعرف انه هالغرفة فيها تشست او لا. تلقى تشوف فوق منها، لو لقيت فوق منها في ايش اسمه، يب في قلعة اخرى هناك. نايس والله. اتوقع انه اول ما تطلع الرندر ديستنس تشوف قلعة. والله لو كنت لما كان الرندر ديستنس حكي 5 والله ما القى قلعة ولو بعد 500 سنة. يا رب يا رب انه يكون هنا في غرف. اتوقع انه هذيك هي الغرفة الوحيدة اللي فيها لوت، وفي احتمال انه ما يكون فيها لوت اصلا. فالسلام عليكم، ما بديني اتكلم معاكم. يب ما فيها قلعة يوسلس. يا اتوقع انه ادور على قلاع واشوف هل موجودين او لا، وراح اسوي انتباه للارمور. لو لقيت خلاص الارمور حقي اتدمر مره وما لقيت ارمور باك اب
خلاص رح ارجع للعالم العادي. وهكذا يا شباب بدأت الرحلة الخاصة بي عشان ادور على قلاع في النذر، ولقيت قلاع مرة كتير، بعضهم كان لوتهم يوسلس فما صورتهم، وبعضهم كان لوتهم مرة كويس فصورت لقطات. فخليكم مع اهم اللوت اللي جمعته، اهم اللقطات اللي صورتها يا شباب. So yeah, let's do this. اوكي لقيت هذا، let's go. كومون خلصت بلوكات مرة تانية، جمعت ستاكات حق الانستون. نو ضربوني يا حم والدي والديكم، شبي الام مالكم. يس هلمت بيندينج، جست بيت بيندينج. هاي يس يس يس، بقالي بس السروال والبوت. يس اوكي خليني اخذ بروجكتال بروتكشن عشان انه هما قاعدين عم يضربون البروجكتلز، ف يا عشان ما ادمج مره كثير. ثانكس على البوست باي ذا واي. جيب الاله ترى بعده او اوتش. وي السلام عليكم. زيب الجست بليت. رجعت لمكاني وطيل. اوكي يعني هذه جاء ما راح اروح لها، ما عندي موية المشكلة، بس عندي الاليترا. وي كده سموت سلاسة، والله الاليترا افضل شي نضاف. اوه في هنا تشيست. سروال كاسو كاسو فانشين كاسو بايندينج. نو ثانك يو. اوكي سلك تاتش افشنسي نايس. في قلعة هناك. اوه نايس ضربوني مرة تانية بليز. اوكي نايس 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 نايس، ايمكم حلو، ايمكم كويس، ايمكم حلاوة، بس اضربوني. ياب لا تحشروني لا تسوي لا، والله يمدحكم الشخص تندمونه على اليوم اللي مدحكم فيه. Soul speed nice. Protection protection. Diamond iron nice nice nice. البوت شويتين ويتكسر ف احتاج بوت protection. احتاج بلوكات بس ما عندي بلوكات عشان اعبر لل سفينة، ما ادري ايش راح اسوي. اوكي بليز 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 يشتغل هذا الشيء. اتوقع انه ما راح يشتغل مره كويس. وي هلا والله في اندرمانز. واو لا 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 او جاد نايس نايس. اوكي 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 وضعت رسم مهم رسم بيجيك. هلو تقدر بس انك تموت. اعطيني في ايرون هنا. سيف ميندينج نايس. دروع مو مرة كويسة بس سيف ميندينج كويس. سروال شوي شنو يتكسر فلازمني انتبه على سروال. اوكي جيب هنا البوشن الانستا هيلت. اتوقع اني لازمني احط حتى في البار حقي بوشن انستا هيلت، ولازمني اطلع هذا. لحظة فين فين ال يب خليني اخذه. اوكي اتوقع حاليا انه اطير اخذ الراس الثاني. خلينا اخذ الراس الثاني اول شيء.
اوتش يلعن ام الطيحة الغبية اللي سويتها. بليز خليني اصل هذيك الجزيرة، يا فتوقع اني راح اصلها حتى هي قلعة كبيرة، فيا رب اني القى سروال وبوت فيهم مندنج. انا حاليا لقيت سيف ولقيت تست بليت ولقيت هيلمت، ويا رب اني ما اموت موتة غبية. والله التوتم انقذتني، بس ما ادري حاليا ما عندي توتم. ف يا وهلا والله، كيف الحال؟ ان شاء الله بخير. ضربني يب. زي كده تطلع لأول صندوق. كورس فينيشينج سلكتاتش نا دايموند سلكتاتش ميندينج، يعني شويتين حلو. داي تدري شنو، راح احاول اني احط شكر بوكس هنا في الانترسيس عشان حتى لو مت. مو مرة شي مرة واو. اتوقع اني لحظة عندي بيكاكس سيلك تاتش، يب هذا البيكاكس حق سيلك تاتش في الميندينج، اكسر بيه ال اندر تشيست. الشي اللي انا خايف منه انه يمكن اني راح ارجع الطريق كلها للبوابة الخاصة بي اللي يعني خرجت منها، فيا رب انه ما يكون هذا الشيء والقى بوابه عشان اتفك من الاند وارجع للبيت. على العموم هذه القلعه متوسطه وفيها بوت، فراح يكون في الترا شيء مره كويس. الو واتساب فور ريل، ما يعطوني شاركل شيلز، what the hell؟ أعطوني شويتين يرحم والدي والديكم، what؟ thanks على البوس لما وصلت. موت انج. Oh god no. I hate this. Why؟ واي واي يكون سنايبر لما انا ما بدي انه يكون سنايبر؟ اوه هذا الموجود حسبت ان الشخص الموجود تحت بس موت، ولسه عندي 13 تشوكل تشيل. نايس اوتش وات ذا ذس از نوت فيري سمارت. واو كل هذا على هذا اللوت، وات ذا هيل. Curse of binding. Yeah, loot guys. أو شباب لقيت بوابة هناك، لقيت بوابة هناك، لقيت بوابة هناك. نايس سوي زي كذا. أو في قلعة هناك، بوابة وقلعة. نايس أوكي أوكي، كنت أنا راجع للإحداثيات حقتي عشان إني أرجع، لأنه هي بالموجب والموجب البوابة حقتي، بس الحمد لله إني لقيت. راح أموت بسبب أندرمان غبي. اوكي اختفى. اوكي خليني حاليا اول شيء اني اروح للقلعة ولو انها صغيرة، بس يا رب انه يكون فيها لوت كويس، بعدين ارجع للبوابة، ارجع للعالم العادي، لاني خلاص مشيت الف البلوكات على رجلي. لازم لي فاير ووركس، لازم لي اني اطير بالاليترا مو بس اني امشي، لانه والله الوضع ممل. ليتس جو خليني نستكشف. Let's go. خلينا نستكشف القلعة هذه أول شيء، بعدين خلاص نرجع للديار ونأخذ البيضة حق التنين. أوكي شكرا على البوست. الله والله بالشباب كيف حالكم؟ طيروني. Thanks.
تانكس تانكس. اتوقع نحقشل الشاركرز الموجودين هنا كلهم عشان اشوف راح اقشلهم بالبوب. ميندينج اوكي وجولد هذه الاشياء. اوكي نايس موج. هل ماتوا كلهم؟ يب ماتوا كلهم. ما في قطع طايح منه منيك. يب اوكي خليني ارجع لبيتنا، ارجع للبيت حقي لاني خلاص. اوه ماي جاد ليتس جو ليتس جو للبوابة. انتر بيرم جهزها. ليتس جو اخيرا. ناقص شيء وحيد لازمني اخذه قبل ما اروح للعالم العادي. ايش ارمي ايش ارمي؟ لحظة جيب الاندر شيست. وندخل للبوابة اخيرا. انتهينا. ماينكرافت. I see the player you mean. Sad for gaming 7? Yes. Take care. It has reached a higher level now. It can read our thoughts. That doesn't matter. I think we are part of the game. I like this player. It played well. It did not give up. It read our thoughts as... Damn. What did this player dream? That this player dreamed of sunlight and trees. Of fire and water. صراحة يا شباب لما تقرا هذا الشات اللي قاعد عم يصير ما بين هذول الاثنين، ما ادري اصلا مين هذول الاثنين ولا ادري اي شيء، بس نص فلسفي مرة معقد يعني، خص انه في ماينكرافت موجود. فما ادري راح اتوقع اني لازم اني اقرا هذا الشيء الطويل. قريتها من زمان لما ختمت اللعبة كثير مرات، بس حبيت اني نشوفه حتى هذه المره لان خلاص ختمنا اللعبه بالنسبه لهذا العالم. حاليا بقي لي بس اني اكسر الويدر بوس، اضبط منطقتي كل هذه الاشياء. Give it a body again. Yes player. Use its name. Fed for gamer. Player of games. Take another player in your lungs. Well, we are the universe. We are everything you think isn't you. The player was you, said for gaming. والله صراحة أنا ما أدري إيش الفلسفة هذه الموجودة في التكست، بس يعني والله أقدر إني أسوي عليها فيديو كده. Solved mystery. إيش هي الفلسفة حق كتابة حق الإنت النهاية؟ والله ما أدري. You are the player, the story, the programmer, the human made from nothing but milk and love. قاعد عم يتكلمون عن تكون حق الأرض وكل هذه الأشياء. You are the player reading words. You are alive. The universe says you are stronger than you know. The universe said you are daylight. You are the night. The darkness you fight is within you. The light you seek is within you. You are not alone. You are not separate from every other thing. You are the universe stating itself, talking to itself, reading its own code. I love you because you are love. You are the player. Wake up. ماينكرافت. وهذه هي الكريدت حق اللعبة. والله صراحة شكرا النوتش اللي نسوي اللعبة واللي سواها، وشكرا كل شخص قاعد عم يشتغل في موجانج وفي مايكروسوفت اللي قاعدين عم يسوون هذول الابديتات، خاصة الابديتات الاخرين
اخر ابديتس يعني حق المويه حق النذر، وحاليا حق الكيف والماونتنز ابديت البيز، كل هذه الاشياء صراحه شغله مره خرافي. شكرا لكل شخص قاعد يشتغل في ماينكرافت بيدروك وماينكرافت جافا، يعني قاعد يسوون حتى ماينكرافت دانجنز وكل هذه الاشياء. صراحه شغل موجانج مره رهيب، خصوصا في يعني شغل موجانك مره رهيب، خصوصا في هذه الاونه الاخيره مع التحديثات الجديدين هادون. بالنسبه لي صراحه ماينكرافت بيدروك اديشن وجافا اديشن وماينكرافت بصفه عامه تعتبر من بين افضل الالعاب بالنسبه لي، اذا ما كانت افضل لعبه بالنسبه لي. ما ادري ايش كنت راح اسوي لو ما اكتشفت ماينكرافت ما لعبتها، ولو انه قصتي اول مره لعبت ماينكرافت مره قصه ضحك، مره قصه ضحك، يعني كنت اكره ماينكرافت في البدايه، بس حاليا ما ادري ايش راح يصير لو ما كنت العب ماينكرافت، ما ادري فين راح اكون. يعني كثير من اصدقائي تعرفت عليهم في هذه اللعبه، كثير من الاشياء، كثير من الذكريات في هذه اللعبه، وصراحه اللعبه مره كويسه. تبغى بي في بي وتشالنج تتضارب في السيرفرات، تبغى بس انك تروق تروح عالم سيرفايفل او كرييتيف وتبني لك وتسوي لك مايننج. صراحه شكرا لكل شخص قاعد عم يشتغل في ماينكرافت في موجان قاعد عم يسوي تحديثات كل هذه الاشياء. ليتس جو، رجعت للعالم حقي، لازم ننزل الرندر ديستنس. والله الرندر ديستنس عندي 16. اوكي اللعبة قاعد عم تعلق شويتين، but it's fine everything is fine. لحظة، هنا المكتبة. اوه نايس، هنا المكتبة. اوه ديم، حط هذا 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 هذا، كسر هذا. اه كامون، ما في ميندنج مع الاسف، بس لقينا كتب مرة كويسة. شباب what the hell، سبونر حق سبايدرز هذا. interesting. اوه ديسك 13، interesting. اوكي انا حرفيا ما ادري فين حاليا البوابة، كنت قاعد عم ادور على باكت على الموية عشان اخذ الموية، بس حاليا ما ادري ضعت تقريبا. او جاد، اوكي ليتس جو.
هل عندي فلنت؟ أتوقع إنه ما عندي فلنت. لازم إني أدور على فلنت. أوكي لقيت فلنت وسويت فلنت أند ستيل. خليني حاليا بس إني أشوف وين مكان البوابة مرة تانية. هذا كله عشان إني أسوي بوابة حق النيدر، عشان إني ما أصير أمشي في العالم عادي، أصير أمشي في النيدر. نايس. وبعدين راح يصير جلتش إنه البوابة هي نفسها. يا رب انه ما يصير هذا الشيء. ليتس جو. يابا عرفت انها راح تكون نفس البوابة. دين. المهم وصلت بيتي اخيرا. دايم يا الله بعد المضاربة كلها اخيرا وصلت للبيت اخيرا. وهذه هي الاغراض اللي جبتها بالاضافة الى الدروع حقتي اللي تكسرت شويتين. خليني اجيب سيفي. اتوقع اني راح ابدا اني ادمج الدروع حقي مادام انه عندي الليفل. صار عندي مندق. لحظة اذا كنت متذكر كان في بوت اخر، ما ادري فين كان البوت اللي فيه تطويرات مرة. كان في الهلمت مو بوت. اوكي ماي باد. too expensive 25 ليفل. اوكي قال لي تقريبا بس الليجنز. ما حصلت سروال ليجنز في الاند مع الاسف، واتوقع اني بس راح اصلح سروال. والسيف في سيف لو في سيف ايش اسمه مندنج حصلته. يا احتاج لفلات. اليوم خدنا فيه مواجهات صعبة، مواجهات مرة حاسمة، بس الحمد لله انتصرنا على هذه المواجهات. وبكذا نكون وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى ان المقطع عجبكم. لا تنسوا لايك سبسكرايب كومنت شير، واشكركم على دعمكم المستمعين يا شباب. الى الحلقة القادمة واشوفكم على خير. Peace out.